السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سددهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بخير. معلش عندي سؤالين بس يا شيخ. اتفضل. معلش يا شيخ، هو هل يجوز ان احنا نهني اخواتنا النصارى في عيدهم؟ هم اخواتك في ادم، ليسوا اخوة لك في الدين. اصل يا شيخنا كان في حد امام صديقة. اصبر علي بس اكمل لك انت، لان تقول اخواتنا اخواننا انهم من ذرية ادم والى عاد اخاهم هودا، لكن الاخوة الايمانية شيء اخر. انت ممكن تكلمهم بالكلام الطيب في اي وقت، في كل وقت وحين نكلمهم الكلام الطيب، لكن لهم اعيادنا ولنا اعيادنا. حتى ان التهنئة بميلاد رسول الله نفسها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليست بواردة في شرعنا. ميلاد الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، التهنئة بمولد رسول الله لم تشرع في ديننا، وليس لنا اعياد الا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهم لهم أعيادهم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. حياكم حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قال محمد بن عبد الوهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه 40 سنة؟ إيه؟ هل قال محمد بن عبد الوهاب أن رسول الله كان على دين قومه 40 سنة؟ لا أدري قال ذلك محمد، لا أدري قال ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب أم لا. لا أدري. بارك الله فيك يا أبا أحمد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله مثله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا قبل ما تتزوج وكده ما كنتش أعرف إن زوجي كان واخد كارد عشان يعني الدراسه معانا، كان عايز يعملها وما كانش معاه فلوس، فهو اخذ كارد عشان ياخد المنحه دي. فالمهم بعد ما تزوجت وكده احنا يعني بيحصل لي انا مثلا بقالي مثلا سنه كل شويه ادخل من تعب اطلع في تعب، ادخل في تعب اطلع في تعب. يعني انا مش عارفه اذا كان الكارد ده هو السبب ولا لا. فقلت لزوجي كذا مره، هو الحمد لله بعد الزواج وكده ربنا فتح عليه ان هو يقدر يسد الكارد. هو بيقول لي لو هو سدد الكارد ده اللي هيزوده عليه، فهو قال لي انها يعني هو بقيه الفلوس تسدد زي ما هي عادي شهر بشهر وكده، ان هو بيتخصم من مرتبه. فانا عايزه اخد راي حضرتك، يعني عايزه حضرتك تفتينا في حاجتين. هل ممكن يكون سبب القرض ده هو التعب اللي انا وبنتي على طول نتعب، كل شويه ندخل في تعب ونطلع في تعب؟ وتاني حاجه، هل عدم تسديد القرض رغم ان هو قادر يسد فيه وزر علينا بس؟ وجزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فهل أنت كنت منكرة للقرض أم موافقة عليه؟ منكرة جدا طبعا، منكرة. ولو كنت أعرف إذن أن هو أخذ قرض كان ممكن أن أنا موافقش. إذن لم ترتكبي أنت ذنبا، حتى نقول إنما بك عقوبة، أنت ما صنعت شيئا تعاقبين عليه بل أنكرتي طبعا. الحمد. فهذا جواب على السؤال الأول.
أنت لست بمذنبة لأنك أنكرتي وهو الذي أذنب. هذا أولا. ثانيا، إذا كان بإمكانه سداد القرض بادر بالسداد، وخاصة إذا كانت ستتراكم عليه فوائد أكثر إذا بقي القرض. أما إذا كان هكذا، يعني سواء سدد أو لم يسدد، القرض لن يزداد، القرض بل سيزيد إذا سدد، سيزيد إذا سدد. سدد على ما اتفق عليه مع البنك، ولكن يكثر من الصدقات لأنه ارتكب كبيرة وهي الربا، والنبي قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. وفيك بارك لو الله. سمحت، لو سمحت يا شيخنا بعد إذنك، أنا كنت كاتب كتابي عاقد على عاقد عاقد، اسمع عاقد. و أنا مش متذكر، أنا كنت قلت لك الكلام ده وقت كتب الكتاب ولا بعد الفرح مباشرة، بس هي في الفترة دي كانت بتقول لي عايز أحضر فرح صاحبتي بعد الفرح بأسبوع. قلت لها لا طبعا ما ينفعش وبتاع، المهم قلت لها تبقى طالق لو رحت الفرح. هي ما راحتش، طيب، ما فيش حاجة الحمد لله. ما فيش أي حاجة أبدا. بس أنت رجل طيب معلش متهور، أنت رجل متهور. إذا عشت بداية ايوه حياتك هكذا ولسه فرحة زوجتك ما تمتش، يعني أسبوع واحد من العقد وتبدأ والله يا تستعمل والله يا شيخنا عايز اقول لحضرتك لفظ الطلاق، إن اول رحت كذا طالق طالق، يا أخي يا مش لها أهل يا طيب أخي، مش مرمية يا أخي عليك. احنا كنا في بداية الجواز يعني ما كناش يلا متفقين. على العموم احفظ بس لسانك شوية، لأن كما لك طيب زوجة لك أخت، لك أخت لك أم. إذا كل واحد سلك هذا المسلك الطائش في بداية الزواج يعكن على زوجته، إن عملت كذا والله تكون طالق. والله يا شيخنا انا بحاول بقدر الامكان ان اكفر على اللي انا عملته، لان انا يلا على بصراحة العموم ليس عليك شيء. شكرا، سلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، بارك الله فيك يا أبا ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله، أنا بخير والحمد لله. أنا عايز أسألك قبل ما أسأل، بس هو عدد الأسئلة المتاحة يا شيخ ممكن يكون كام أو مثلا الوقت؟ كل شيء بقدر، كل شيء أسئلة نافعة، تفضل. أسئلة فارغة ما لا تسأل. لا إن شاء الله، أسئلة إن شاء الله مهم إن شاء الله. طب عايز تفضل. حضرتك، أنا النهاردة كنت بصلي إمام بالناس ونسيت وزدت ركعة، تمام؟ وهم ذكروني سبحان الله، فانا كنت يعني كنت متردد الزياده ونقص، فرجعت قعدت عادي وكملت التشهد وسلمت وسجدت سجدتين للسهو بعد التسليم. يعني أنت كده صح ولا كان المفروض ماذا يحدث؟ أنت نسيت ركعة، لا زدت ركعه. زدت ركعة في الصلاة فسجدت للسهو. ايوه كانت صلاه عشاء. لا زدت ركعه، فانا قمت بس رجعت اول ما الناس ذكروني اول ما استقمت. لا شيء فيها، خلاص سهوت وسجدت للسهو وصلاتك زائدة، صلاة صحيحة خلاص. يعني كده انت بتسجد السجود للسهو يا شيخ يكون قبل السلام ام بعده؟ كله واسع، يعني عادي قبل او بعد؟ عادي قبل أو بعد. وبعض الفقهاء المعاصرين يقولون إذا شككت في النسيان وزدت، إذا شككت وكنت قد زدت تسجد بعد السلام، إذا شككت وكنت قد نقصت تقصد تسجد قبل التسليم. هذا الكلام من ناحية النظر قد يكون سويا، لكن من ناحية الأثر الأمر فيه واسع، تسجد قبل أو بعد فلا شيء. تمام، في سؤال تاني ان شاء الله. اتفضل. بالنسبه للدعاء يا شيخ، مثلا انا اكون مثلا بدل حاجه معينه مثلا في المذاكره عندي، انا بدل ان انا اجيب امتياز، لكن انا واثق وعارف ان المذاكره اللي انا بذاكرها دي ما تاهلنيش مثلا للدرجه دي، فهل هذا الدعاء فيه شيء؟ لا ده ما لازم فيش يكون شيء. الدعاء على قدر المبذول من لا الجهد، لا لا ما فيش مشكلة. يعني عادي ادعي بقى على حاجه اي مهما كنت مقصر ان شاء الله. نحن نسأل الله الفردوس ومجهودنا لا يوصلنا إلى. حبيبي حبيبي بارك الله فيك يا سلامك شيخ. الله، مع السلامة. مرحبا يا أستاذ سعد السويدي، وفقك الله وحفظك الله يا محمد أبي إسلام، ولا أنت يا محمد أبو به. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ أنا مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. عندي سؤالين بس يا شيخنا. اتفضل يا حبيبي.
أنا عندي سؤال شخصي عن الوالد والوالدة. سؤال شخصي عن الوالد والوالدة. أيوه، أنا والدي مؤخرا صار يشتغل شغلة يعني محرمة، ونحن يعني يمنا من اليمن وعايشين بالسعودية، طيب، وكلمنا أكثر من مرة إنه هذه الشغلة ما تنفع، حرام وما يجوز، وقال لي أنا متبري منكم وزعلان مننا، والوالدة الله يهديها ساكتة ما تتكلم، ما وسؤال، لنا عارفين إيش نسوي. أنت تعمل أو شاب صغير ولا بالضبط؟ أنا أعمل، أنا اللي قاعد أصرف على البيت، أنا وأخويا الثاني. طيب إذا أنت لا إثم عليك ما دمت قد أنكرت، والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما دمت أنت تطعم من حلال طيب من سعيك وكدك الحلال فلا إثم عليك، أما كونه غضبان أو ليس غضبان هو لا اعتبار له، لأنه رجل الآن يأكل من الحرام، والله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، والطاعة إنما تكون في المعروف، ورجل ليس من أهل المعروف، ولا تؤاخذني في الكلمة، رجل يأكل من لا، الحرام، رجل يأكل من الحرام فلا تلتفت إليه. لا بس يا شيخ يعني معلش، يعني انا ما تزوجت، واخواتي في اخواني ما تزوجوا من اخواتي، ونحن خايفين يعني كمان سمعتنا وكذا، ايش نعمل يا شيخ؟ انا انسان مستقيم يعني. هو نفسي في نفس البيت معكم؟ ايوه هو ساكن معنا، هذه المشكلة يعني، انه ممكن تنفصلوا عنه نفس في البيت السكن؟ كمان بيسوي الاشياء هذه. ممكن تنفصلوا عنه في السكن؟ والله انا اقدر انفصل عنه، خذ أخواتك وإخوانك وانفصل عنه، اتركه مع فسقه في البيت. مرحبا بك يا شيخ أحمد بصل، وجزاك الله خيرا يا أخت حنان بنت لطفي، جزاك الله خير يا عصام شومان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ خالد؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. عندي 3 أسئلة بعد إذنك. هل تجوز الزكاة والصدقة على المستشفيات اللي هي اللي تعالج لا يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات. لا يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات لأنها ليست من المصارف، ثم إنه يتعالج فيها الغني والفقير، ثم إنه يتعالج فيها الكافر والمسلم، والكافر ليس من مصارف الزكوات. كانت تعالج بالمجان تماما وقائمة على التبرعات يعني. افهم كلامي، تمام. الزكاة لا تجوز للكفار، الصدق والمستشفى الصدقات. يا أخي صدقات، تقصد صدقات أو زكوات؟ الصدقات صدقات ليست الزكاة المفروضة، لا بأس. تمام كمل. شكرا، بارك الله فيك يا عصام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. اتفضل، ما سؤالك؟ السلام. وحفظك الله يا أحمد مرعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. أنا زوجي أخذ فلوس من أختي مشغلها يعني معاه في سوبر ماركت، هي أختي يعني ظروفها على قدها وكده، وهي طلبت منه الفلوس، قال لها هجهزها لك في خلال كام شهر. أيه. فقالت له يعني قال لي خلاص انا خلال الكام شهر دول انا مش هديها ايه اللي كنت بديهولها يعني اخر الشهر، تمام. فانا هل يجوز ان انا اخد من انا شغاله معاه في السوبر ماركت بقف معاه؟ لا عفوا عفوا، اعيد السؤال. جوزي اخد فلوس من اختي مشغلها معاه. زوجك اخذ اموالا من اختك لتثميرها معه. بيشغلها معاه. ايه، فأنا شغالة معاه في نفس السوبر ماركت، وهي طلبت منه الفلوس دي. طلبت أن توقف تشغيله للأموال وترد إليها. قالت له إن هي محتاجة المبلغ يعني. أيوه. فقال لها أنا قال لي أنا
قال لي انا ان هو في خلال الكام شهر دول عشان يجمع لها المبلغ انه مش هيديها المرتب اللي كان بيديهولها اخر الشهر. طيب مش هيديهولها، بس هي الفلوس بتشتغل معه يعني، هل هيديهولها في النهاية ولا خلاص وقف لا، قال لي هيديهولها بعد كام شهر بس مش هيديها ايه يعني بقى، يعني مثلا اخر الشهر مش هيديها ايه، يعني مثلا كان بيديها 1000 جنيه، لا مش هيديها ال 1000 جنيه ده. الألف جنيه ده يا أختي، يعني هو يسدد اللي عليه خلال 3 أشهر، هل مثلا الثلاث أشهر سيعطيها ربحها بعد 3 أشهر؟ لا مش هيديها، هيديها اجمالي المبلغ بقى. طب ليه؟ طيب ما هو شغالها ويستفيد. فهل يجوز يعني، انا يا شيخ هي بصراحه ظروفها على قدها جدا، هل ممكن انا اخد من وراها حاجه يعني كل اخر شهر من السوبر ماركت واديها هل لها؟ هو متفق معها أنها إذا طلبت المبلغ تجلس 3 شهور معطلة لا تعطى من المبلغ، لا تعطى ربحا؟ على حسب الاتفاق بينهما، لكن الظاهر أنه يستعمل الأموال فعليه ردها، رد ربحها لمدة 3 أشهر، وإن أبى جاز لك أن تأخذي قدر مظلمتها وترديها إليها، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق بينه وبينها أنها إذا طلبت الفلوس تخبره قبل 3 أشهر وليس لها ربح، إذا كان هذا شرط منصوص عليه يمضى، وإلا فهو لها ظالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام. الله يبارك فيك، تفضل. عندي سؤالين بعد إذنك. اتفضل، الله يحفظكم. هل هناك فرق بين الاختلاف عن المدار والاختلاف على المدار؟ وكيفية معرفة ذلك إن لم يذكر؟ يا أخي بلاش فزلكات، يا أخي بلاش فزلكات، اسألوا أسئلة نافعة يعني. أنت هتجلس نحلل في الكلام؟ اسأل الأسئلة المباشرة التي تحتاج إليها. أما عن المضر وفي المضر وتجلس تفلسف فيها، الله يكرمك، اسأل أسئلة تنفع الناس. دي احنا محتاجة في الشغل في تخريج الأحاديث أو شيخنا. لا ما مت... لا ت... ليس لها أي صلة بتخريج الأحاديث. ليس لها أي صلة بتخريج الأحاديث، إذا كنت تفهم في التخريج. إيه صلتها بتخريج الأحاديث؟ فهمني. هو اللي مكتوبة سنة وجدت في كتب أهل العلم الدرس. يعني إيه صلة هذه بعلم الحديث؟ ما صلة هذه اللفظة بعلم الحديث؟ وجدت في بعض الكتب الاختلاف واختلف عليه، وفي بعض الكتب واختلف عنه في بعض الأحاديث. هي لا كده يعني تقصد الراوي، مرة الزهري عن زيد ومرة الزهري عن عمرو، يختلف عنه أو اختلف عليه؟ أيوة الأمر واسع. لا لا، مثل بعضهما هذه. زي بعض يا أستاذنا؟ أي زي بعض، نعم. طيب، المتابعة القاصرة مولانا بعد إذنك. اشتراك الراويين في شيخ الشيخ أو من بعده، مثلا زيد عن عمرو وإبراهيم عن عمرو، فزيد تابع إبراهيم، ده متابعة تم تم، لكن زيد عن عمرو وإبراهيم عن عمرو متابعة تم. محمود روى عن زيد وخالد روى عن إبراهيم، المتابعة قصيرة، اشتراك في شيخ الشيخ. تمام، ماشي مولانا، متشكر. الله يسلمك وحفظك الله يا محمد طلبة، بارك الله فيك يا محمد المزين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كان عندي سؤالين تانيين. اسأل يا حبيبي. قطعة أرض تم شرائها من 3 سنين، تمام؟ ما كانش معلوم يعني الأرض دي مصيرها إيه، يعني هتكون لبناء بيت أو لاستثمار أو شيء. فدحين طبعا ظهر بعض القوانين الجديدة، خلاص ما عادش فيه بناء أو شيء، وقطعة الأرض قلت قيمتها كمان، فهل عليها زكاة وكيف تحسب الزكاة على ال3 سنين اللي فاتت؟ أعد سؤالك. قطعة أرض تم شرائها من 3 سنوات. بقصد ماذا؟ قصد التجارة؟ القصد كان غير معروف يعني حسب الظروف. ايوه يعني اما قنية نجعلها للاولاد واما نبيعها. نعم، يعني اما انها قنية اشترتها لتقتنيها، اما ان تستثمر في مشروع او يتم بناء بيت عليها او تباع بعد كده بمكسب من المال. أيوة. حسب الظروف. ليس عليها زكاة. ليس عليها. نعم. زكاة امتى يكون عليها زكاة؟ مثلا اذا كان محدد زكاة للتجارة، اذا اشتريتها للتجارة فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ طيب ولله الحمد. الوقت حضرتك، انا عندي محل ففيه بعض المنتجات بيطلع فيها يعني جوائز، حاجه زي فلوس، حاجات من دي يعني.
مش كلها يعني، مثلا وليكن علبه بسكويت فبيطلع في البعض فلوس وكده يعني، فهل دي تعتبر قمار او حرام الفلوس اللي بتطلع فيها، ولا راي حضرتك قبل الكلام؟ أعد سؤالك. أنا عندي محل أيوه وببيع يعني منتج وليكن بسكويت، فبعض البسكويتات بيطلع فيها فلوس نقدية يعني، زي مثلا حظ يعني بالبلد بتاعنا. أنت تجلس تفتش البسكوت وتاخذ الهدايا؟ لا مش أنا، للزبون نفسه يعني، بعض الزباين بيجوا يشتروا البسكوت عشان يطلع لهم الجايزة لا ما عليك مشكلة، يعني، ما في أي مشكلة. لا لا طب السؤال التاني هذه حضرتك، معلش حوافز على السريع، تجعلها الشركات للمشترين. ما تفضل. السؤال التاني حضرتك، عندنا شاب في القرية اتجوز وخلال سنة جاله بنت، وبعد البنت اتوفى الشاب ده، نعم اتوفى. فاحنا الوقت فيه مشكلة بسبب الممتلكات بتاع الشاب ده، اهل الزوجة طبعا بيطالبوا بحق البنت، فهي حقها تاخد كل الشيء كان في الشقة مثلا، ولا الوضع تكون ازاي مثلا حضرتك؟ حق الزوجة ولا حق البنت؟ الزوجة طبعا المفروشات والموبيليا والشقة والحاجات دي كلها، هذه قائمة الأثاث. هي في بيت عيلة يا مولانا، هو بيت عيلة يعني خذ بالك معي، الأرياف والحاجات دي يعني. خذ بالك طبعا معي، حق البنت بتكون عبارة عن القايمة اللي مكتوبة مثلا. يا أخي بس انتبه معايا واصبر. تقصد بالبنت زوجة الرجل أو ابنته، زوجة الميت أو ابنته؟ زوجة المتوفي، الشاب توفى وترك زوجته وبنته صغيرة، طيب طفلة أنت صغيرة. كلامك الآن على الزوجة، الزوجة لها قائمة أثاث أو ليس لها قائمة أثاث؟ لها قائمة، تأخذ القائمة ليه والباقي. كتب في القائمة؟ تمام. طب والأب، أب يا أخي أبو اصبر عليا يا أخي، اتكلم اصبر علينا نتكلم. الزوجة تأخذ قائمة الأثاث، هي لها، وإذا كان لها مؤخر صداق يخصم كذلك من التركة، وبعد تأخذ الزوجة أيضا ثمن التركة، وتأخذ البنت نصف التركة، والباقي لوالد الزوج ولوالدته، والد الزوج له ووالدة الزوج لها السدس، ووالد الزوج له المتبقي أو السدس، وإذا كانت المسألة عالت أظنها لم تعل، لأن الثمن وسدس وسدس ثم وسدس وسدس كام يا ربي؟ ثم 24 مثلا، 3 على 8 زائد 4 على، عفوا 3 على 24 زائد 4 على 24 زائد 4 على 24 11 على 24. نعم الأم ستأخذ السدس، والزوجة ستأخذ السدس الثمن، والبنت النصف، والباقي للأب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شيخ الله مصطفى وبركاته. العدوي، نعم مصطفى العدوي أبو اتفضل. فكر حضرتك بس، أنا كنت الشاب اللي كلمتك 16 سنة من مدينة سمنود، لما حتى قلت لحضرتك مولانا وحضرتك قلت لي إن هي للسيد المعتق أو لعبد المعتق. مرحبا بك، طلباتك؟ السؤال الأول حضرتك كنت قلت لي على النصارى اللي في بلدنا وإن إحنا ممكن ندعوهم بالحكمة، أنا بس سؤالي إيه أسلوب الحكمة اللي أقدر إن أنا أستفتح بالكلام علما بإن أنا بالنسبة لهم متلقي، يعني بالنسبة لهم أدنى، يعني مثلا هو ممكن يكون مدرسي وأنا التلميذ بتاعه أو الدكتور بتاعي وأنا اللي بتعالج عنده، يعني إزاي أقدر إن أستفتح مع موضوع إن أنا أنصحه وأدخله لدين الله تستفتح معاه بالدعوة إلى التوحيد، تقول له إذا مسنا ضر، إذا مسنا الضر نقول يا من، ألسنا نقول يا رب اشفني؟ نعم نقول يا من، يا رب اشفني، الله، ولا نقول يا عيسى اشفني؟ لا يا الله. طيب فهموا كده يعني. طيب نعم. إذا جادل قل له سيدنا موسى عليه السلام من دعا من قبل أن يولد عيسى؟ كان يدعو من؟
قال رب نجني من القوم الظالمين، بمن يقصد؟ من يقصد لما قال رب نجني من القوم الظالمين؟ هل يقصد عيسى قبل أن يولد عيسى؟ من الذي فلق البحر لموسى قبل أن يأتي عيسى؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي نجى إبراهيم من النار؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا الكلام. طيب السؤال، وهل يصح، هل يصح تفضل أن رب العالمين يكون في بطن امرأة؟ لا طبعا صح. الله يسلمك. طيب السؤال الثاني معلش، حضرتك كنت قلت أو الآية الكريمة اللي هي أمنتم في السماء يخطف بكم الأرض فإذا هي تمر في سورة الملك، حضرتك قلت إن دي دلالة وإحنا مصدقين بكده تماما، لكن بس أنا عايز أفهمها، إن دي دلالة إن ربنا سبحانه وتعالى عالٍ في السماء سبحانه وتعالى، فهو سؤالي هل يعني معنى كلام حضرتك إن كلمة أمنتم في السماء دليل على العلو نفسه أم دليل على إن يعني أنا مش عارف أجيبها، بس يعني السماء وربنا يعني يا أخي أكمل، أكمل الآية كده يا أخي، أكمل الآية الرحمن على السماء أن يخسف بكم الأرض. اسمع لكلامي بس، اسمع كلامي بس، لا تجادل الجزء 28 يا أخي، لا تتكلم كثير، اسمع أكمل الآية. الرحمن على أكمل العرش استوى. في العرش؟ أين العرش؟ أي في كل مكان ولا في الأرض السفلى ولا في ولا فوق السماء السابعة؟ الحديث بين كل سماء وبدت يتاليها 500 عام. العرش فوق الكرسي فوق كل شيء. طيب يعني في السماء فوق السماوات. نعم. طيب بارك الله فيك. إلهي يصعد الكلم الطيب، إلهي ينزل الكلم الطيب ولا يصعد؟ يصعد. يصعد. تعرج الملائكة والروح إليه ولا تنزل الملائكة؟ لا تعرج. طيب أما أنا أدعو أقول كده ولا أقول ولا أخفض يدي إلى الأرض؟ آمنا وصدقنا بالله يا شيخ مصطفى. ها؟ آمنا وصدقنا بالله. بارك الله فيك. طيب السؤال الثالث معلش، أنا في الطريق من البيت مثلا للجامع يعني بيصادفني مثلا مقهى اللي الشباب بيقعدوا عليه مثلا ويتناولوا عليه مثلا السجاير والدخان والحاجات دي، فيعني يعني مثلا ممكن اعدي على المقهى ده الاقي عامر ومليان شباب وكده، واخش المسجد الاقي نص صف، وممكن ما يكونش حد في المسجد واقدم بيهم انا يعني حضرتك عارف الوضع، فازاي اقدر برضه ان انا استجلب الشباب؟ يعني هم مسلمين وموحدين وكل حاجه، بس انا عايز استجلبهم للمسجد بطريقه حسنه بحيث ان انا بس يعني ادخلهم المسجد، يعني الطريقه تبقى ازاي او استفتاح الكلام معاهم يبقى ازاي؟ والله اولا تدعو لهم بالهدايه. نعم. لانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعدك يا جماعة صلوا يا جماعة، كلنا سنموت. بسم الله. شكرا. لماذا تقديم سدس الأم على سدس الأب؟ لأن الأب سيأخذ أكثر من السدس يا محمد بن حمد، الأب سيأخذ سدسه وسيتبقى جزء يأخذه الأب تلقائيا بالتعصيب. يعني الزوجة لها الثمن للآية، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الربع، فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف بنص الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فللأب السدس وللأم السدس، لكن الباقي أكثر من السدس، فالأب سيأخذ الزائد بالتعصيب، فقلنا تجوز أن يأخذ سدسه مع الباقي. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا عبد الله المسلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. إن شاء الله أسألك ثلاثة أمور. سل. الأمر الأول حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال في آخره من غش فليس منا. طيب. هل الغش بالامتحان يا شيخ يدخل تحت هذا الأمر؟ نعم يدخل. طيب يعني ما عقوبة يعني بس يعني اصبر علي يعني الآن يعني. إذا كان في ما تصبر علينا الآن، في طالب في كلية الطب فاشل فاشل ويغش كي ينجح ويأخذ الشهادة، إذا عالج الناس هيضرهم أو ينفعهم؟ شكرا. مرحبا بك يا شيخ علي الجايدي، وفقك الله. الحسن بن أحمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا يا أم المؤنسات الغاليات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسأل على إجهاض جنين مشوه. في شهر كم؟ ما كملش 4 شهور.
على كل إن إذا لم تكن الروح نفخت فيه جاز إنزاله، الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله. تمام، ما هي الإشكالية دلوقتي في الروح، أما الـ4 شهور اللي هي رأي جمهور الروح نفخت الفقهاء، فيه ولا لا؟ رأي جمهور الفقهاء 4 أشهر. تمام. بارك الله فيك يا زهور الهدى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، لو شخص أخذ قرض من البنك وبعد ما أخذ القرض توفاه الله بشهر، لكن كان من ضمن شروط القرض إن هو بيدفع تأمين جزء من القرض دوت بيتخصم، وحالة العجز عن دفع الأقساط أو الوفاة، هل على أهله إن هم يسدوا الدين عنه؟ وانا الذي اعرفه من البنوك الربويه والعياذ بالله انهم يسقطون القروض عن المقترضين بالربا اذا ماتوا، فراجع القوانين التي عندهم. بارك الله فيك، استطعت ان تسددوا الاصل سددتموه، ان الزموكم بالسداد سددوا الاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ليا عند حضرتك طلبين، رجاء وسؤال. اتفضلي. رجاء ان يعني حضرتك بس يعني يبقى في ساعه صدر وتسمعني، لان المره اللي فاتت حضرتك ما سمعتنيش. اذا كان السؤال طويل لا استطيع. لا هو مش طويل، لن اطيل بامر الله. ما انا قلت لك الشرط اهو، اذا اطلت في السؤال او ليس فيه فائده ساقفل. تمام. فيكون سؤال مركز وفيه فائده. اتفضلي. انا دلوقتي زوجه، وكان وزوجي رمى عليا يمينين طلاق بدون اي غضب ولا مشاكل ولا اي حاجه. صريح صريح. انت طالق في مجلس واحد او في مجلسين متفرقين بينهما مراجعه؟ مجلسين متفرقين بينهم سنين. طيب. أول طيب واحد خلاص انت... انا اللي قلت له طلقني في وسط خناقه بس بسيطه يعني. طيب انت طالق. طيب. وتاني مره دخل عليا المكان اللي انا جالسه فيه قال لي انت طالق. طيب. بدون ما انا كنت واقفه قصاده ولا شد ولا جذب ولا اي حاجه يعني. طيب خلاص. ثالث يمين كان هو، احنا كان في مشكله ومشاكل سابقه قبلها بكتير بسبب زوجته الاولى، وكان اليوم دوت هو يعني على غير عادته، هو يعني صار وعمل مشكله بدون داعي معايا، وانا ما كنتش اي طرف في اي مشكله، واتهمني بحاجات كتير كذب وباطل، لدرجه ان انا نفسيا يعني انا نفسيا ساعتها تعبت جامد وانهارت واتعصبت جامد، حتى الاولاد كانوا شاهدين على الاحداث النهايه يعني. وبعدين ما انا بقف بوصف لحضرتك الموقف، وانا اللي قفلت الباب بالمفتاح وقلت له ساعتها كده باللفظ، عايز تنزل تطلقني قبل ما تنزل. حبستيه يعني؟ نعم. حبستيه واغلقت عليه الباب، قلت عايز تنزل طلقني قبل ما تنزل. عشان ما تسيبنيش متعلقه زي كل مره، وده اللي حصل باختصار. قال لي يعني انت لو يعني انت لو انت لو فتحتي لو فت لو طلقتك هتفتحي لي الباب وانزل؟ قلت له راح قال لي انت طالق. ايوه. هو دلوقتي احنا بقالنا على الوضع دوت، الكلام ده من بقاله 4 شهور. هو دلوقتي بيقول ان اليمين دوت ممكن يكون فيه كلام، وعايز يستفتي دار الافتاء، وانا رافضه. انا وضعي انا احساسي انا ان انا عايزه يعني مش اقل من حضرتك ان يديني الفتوى دي، وفي نفس الوقت هو بيقول لي ان انا ماليش دور في موضوع الفتوى دي، في ان اليمين ده يقع او ما يقعش، هو حاجه تخصه هو يعني. طب في سؤال. نعم. هل كان هناك امر ضروري جدا سيفوته اذا لم يخرج؟ لا، احنا كنا مختلفين لدرجه كبيره، انا اللي صرت وانهارت جامد بعد ما هو طلع. اصبري بس عليا، اصبري الكلام عليا. كانت هناك ضروره ملحه في اي حاجه ملحه لخروجه؟ إذا الطلاق واقع ولا تحلي له؟ جزاكم الله خير. أيوة السلام. حتى لو في زي ما هو بيقول في حالة غضب. انتهى الكلام، هو هادئ وقال لك يعني إذا قلت لك أنت طالق هتفتحي لي؟ خير. قلت نعم أفتح لك. فقال أنت طالق على هذا الكلام بهذا التوصيف، وليست هناك ضرورة ملحة لخروجه، الطلاق واقع ولا تحلي له. جزاكم الله خيرا. مبسوطة بين عليك انت يعني؟ نعم. الظاهر عليك انك مبسوطة طلاق. مبسوطة من ايه؟ من الطلاق؟ لا والله ما مبسوطة، بس انا يلا. هو دلوقتي ولا راضي يطلق رسمي،
طيب على كل إن أجبتك بالذي عندك. ما السؤال الآخر؟ ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ لا فيش، جزاكم الله خيرا. وياك. بارك الله فيك يا محمد الخولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا الفاضل لو سمحت، دي مسألة شخصية بس عايز أكمل سؤالي معلش. تفضل. أنا بس كنت سألت حضرتك من شوية وقلت لي لك على الطلاق. عندي بس عندي سؤالين، معلش اسمعني وبعدين جاوبني براحتك. دلوقتي أنا كنت بقول لزوجتي، كنت طلعت كفارة يمين، يعني حضرتك كنت سألتك سؤال وقلت حبيبي أنت الذي قلت لزوجتك بعد العقد بأسبوع إن ذهبت لفرح فلانة تكوني طالق؟ تمام. ولم تذهب؟ فلم تذهب. خلاص ليس عليك كفارة ولا طلاق وأجبناك. تمام. أنا كنت سألت حضرتك سؤال قبل كده قلت لي عليك كفارة وطلعت الكفارة. يا أخي هذا سؤالك الذي تتكلم فيه أنت. أيوة. أنا عايز أتكلم عن حاجة تانية لو سمحت. طب ما خلاص اتكلم عن حاجة تانية وكون خفيف شوية لأنك كده. الله يصبر أهل بيتك عليك يا أخي. الله يصبرهم عليك. اتفضل يا أخي. أنا كنت بقول لها لأن كنا في خلافات جامدة يعني، فكنت بقعد أقول لها روح عند أهلك مش عايز الكلام ده، لكن ليس بنية الطلاق ولا أي شيء من ده. طيب. وأنا عندي وسواس والله يا شيخنا، مش عايز أقول لحضرتك. لا يقع بذلك طلاق، روح لأهلك وأنت لا تقصد طلاقا لا يقع طلاق. خلاص وسواسك خليه عند نفسك. الله يصبرها عليه والله يا شيخ. يا أخ والله يصبر الزوج على أمثال هؤلاء. هؤلاء يمرضوا الأزواج، يسببوا الأزواج جنون. اتقوا الله في النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كنت بس أكتب مسافة من الشارع والخط قطع، ما لحقتش أكمل الأسئلة. أسئلة إيه أيضاً؟ ما أنت أسئلة إيه؟ فليس منا يا شيخ في حديث الغش، يعني إيه فليس منا بقى؟ ليس على طريقتنا في البيوع، طريقتنا يعني الأمانة. تخرج من الملة يعني. لا، شكراً. تمام. خلصنا. نبتلين الليلات دي بالوسوسة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. حياك الله. فضيلة الشيخ، شركة الجوال يعني مثلا تعمل باكت انترنت ومكالمات 200 ريال في الشهر، ومثلا تتعاقد معاك اللي هي تدي لك جوال ايفون مثلا زي بالقسط. شركة الجوال، ماذا تقصد بشركة الجوال؟ هي شركة مثلا موبايل. شركة موبايل تبيع؟ تبيع. هي تبيع خطوط وتبيع يعني، هي شركة اتصالات. لا يعني تبيع أجهزة؟ بعض الأحيان يبيع أجهزة. وأنت تتكلم على شراء جهاز ولا على ماذا؟ هم يقولوا أنت اشترك معانا في باكت إنترنت وباكت اتصالات بمثلا 200 ريال أو 250 ريال شهريا، ومثلا لمدة سنتين ونعطيك جوال ايفون ثمنه مثلا 30,000 بعد السنتين. على سنتين مثلا. يعني في الاول يقولون لك كده؟ في الاول يقول لي اشترك في باكت انترنت ومكالمات كل شهر ملزم ب 200 ريال. طيب وفي الاول يعطوك الهاتف؟ في الاول يعطيني الهاتف اول شهر بعد ما اشترك مباشرة. ازاي يعني؟ هم يعني لا ياخذون عليك ضمانات؟ لا يقوم ضمانات. ازاي انت مضمون؟ الناس ان هو الواحد يتعاقد معهم بس كده ياخد الخط من عندهم. الناس ستسرقهم بهذه الطريقه؟ في ناس تسرقهم حقيقه. طيب انا لست بمتصور سلامه سؤالك، لان سؤالك اصلا لا تفعله شركه عاقله. كون اي واحد يشترك ويدفع 200 ريال وياخذ ايفون مثلا ب 10,000 ريال، لا اظن الشركه تفعل هذا. الشركه ليس مجانين حقيقة فعلا فضيلة الشيخ وموجود، بس هي احنا بس اللي احنا عايزين نفهم منه هل كده في ربا ولا مفيش ربا؟ لأن احنا واخدين رحنا الشركة وسألنا وهم قالوا لنا الكلام ده. والله يعني أنت تقول الشركة تعطيك محمول هاتف، محمول أيفون بمبلغ كبير مقابل أنك تشترك يعني تعطيها هدية ولا أرسل لي العقد؟ لو في صورة عقد ارسلها لنا، الله يفرج كربك. طيب ارسلها حضرتك على ايه؟ على 010
واضف إليها المفتاح المصري أنا معايا الرقم، بس الرقم ده في واتس. 990 خمس سبعات عبد الرحمن. طيب أنا هتكلم الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا من فضلك، ما حكم أرملة تزوجت وكان معها أولادها ليهم دخل كويس من زوجها اللي هو المتوفى، تزوجت شخص ما كان لا يملك أي شيء لدرجة إن هي دفعت فلوس حتى للمأذون، تمام، لغاية ما وقفت جنبه واشتغل، بعد ما اشتغل وبقى عنده دخل كويس، هو يعني بيديها مبلغ زهيد جدا جدا لا يكفي حتى أكل وعيش حياة، يعني بيديها 1000 جنيه في الشهر إيجار وأكل وشرب وكل حاجة، وهو عايش معاها عيشة 5 نجوم، يعني هما يعني يا عفوا سؤالي في سؤالي يا أختي، سؤال أوجهه لك، هي تنفق عليه من مال اليتامى أو من مالها الخاص؟ لا ليس لها مال خاص، مالها الخاص هي خطبت بيه شقة عشان تدر دخل تصرف بيه على الأولاد. إذا تأثم هذه المرأة التي تأخذ أموال اليتامى وتطعم بها زوجا فحلا، تطعمه ما لذ وطاب من أموال اليتامى، هي آثمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. عايز اسال حضرتك عن تفسير آية بس في سورة النحل. تفضل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيوه. تتخذون أيمانكم دخلا من بينكم. معروف. تكون أمة هي أربى من أمة. معروف. تسأل عن الآية؟ أيوه اسأل عن تفسير الآية. هذه الآية في التحذير من نقض العهد والميثاق، فمثلا أنت تتعاقد مع قبيلة أو مع دولة، قبائل تتعاقد مع بعضها كل يدفع الآخر، فتم التعاقد بينكم والتحالف يتم، وبعد مدة تأتيك قبيلة أقوى فتنقض العهد مع الأولى وتدخل مع الثانية، أو تدخل في كل وعود أو كل عهود. أنت لك بنت جاءها خاطب، اتفقتم على كل شيء وخطبت البنت وأصبحت فلانة مخطوبة لفلان، بعد أن تمت الخطوبة واتفقتم على الأمور جاء خاطب آخر من دولة فيها فلوس فقال لأم البنت كم أعطاكم من الفلوس شبكة؟ تقول مثلا أعطنا 100 جرام ذهب، يقول لها نعطيك 1000 جرام ذهب، فتنقض الأم والأب العهد وتنقض الخطوبة وتخطب للجديد. ثالثا، أنت بعت بيتا لكن لم توثق العقد، لكن البيع تم، بعته ب1000، جاء آخر يقول لا أنا أشتريه بعد ما تم البيع ب100 ألف، فهذا المعنى صدر الآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلان بعد قوة انكاثة. من أقول لك هو ضرب مثل لامرأة بمكة كانت طول النهار تغزل، تعرف الصوف يتغزل يكون حبال يعني فتل، وبعد ما تغزل طول النهار طول الليل ترجع تفك التي غزلته، تفك يعني سعيها في تباب، في النهار خربة تغزل وفي الليل تنقض، فكل ليلها ونهارها في ضياع. فهذا مثال لمن ينقض العهد وينقض الميثاق. أن تكون أمة هي أرضى من أمة، يعني أنت تعاقدت مع قبيلة تناصرك وتناصر، جاءت قبيلة أقوى نقضت أنت العهد. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى يعني أكثر من أمة، فتنضم للقبيلة الكبيرة وتترك القبيلة الصغيرة. خلاص؟ أيوة نعم. مع السلامة. السلام عليكم. محمد بن حمد، ما المطلوب منا يا محمد؟ وإن شاء الله نجتهد في فعله. في طريقة يا عبد الرحمن لاستقبال أسئلة الإخوة
الذين يعيشون في الخارج الإخوة كلهم يزاحمون على أي طريقة جديدة. شوف طريقة كده الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. تفضل. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بعد إذن حضرتك سؤال. سل. حضرتك أنا عامل عملية في ظهري، كان عندي كسر في العمود الفقري ومغير مفصل فخذي وعندي تأكل في المفصل الآخر. لا إله إلا الله. ففي المسجد ساعات بصلي، راح أصلي جماعة فهم حاطين لنا كراسي خلف المصلين، الناس لا تستطيع القيام أصوات قياما، ما حكم ذلك؟ لا بأس للاضطرار. شكرا جزاك الله فيك وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا شيء مع في فئات السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. ولك مسج يا شيخ مصطفى. الله عليك. تفضل الله يحفظكم. معلش أنا عندي سؤال دلوقتي. في لعبة، اللعبة دي بفلوس وهمية، أنا بدخل أتحدى واحد، لو كسبته هو بيدفع فلوس وهمية وأنا بدفع فلوس وهمية، ولو كسبته باخد الفلوس الوهمية دي. طيب. وبقدر أشتري فيها بالفلوس الوهمية دي ألعاب جوه اللعبة، بس ما أقدرش أسحبها. فهل هي تكون تشبه بالأمور والميسر فحرام ولا لا؟ أنا كله عبس يعني. كله عبس. عبس، ابتعد عن العبس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخة. نعم. كنت عايزة أسألك سؤال. تفضلي سلي. عندي ثلاث أولاد، يعني أصغرهم 3 سنين وأكبرهم 10 سنين. الله يبارك. يعني عندي فرصة إن أنا أعمل تأشيرة، التأشيرة دي بتستمر سنة، بس لازم علشان أعملها أسافر عمرة كذا مرة في السنة وأسافر بها حج، وهم الأولاد محتاجين رعاية، وأنا في حيرة من أملي، هل هم أولى؟ عفوا تزعمين، عفوا التأشيرة دي. عفوا عفوا اصبري اصبري. استغفر الله. أنت عندك 3 أطفال. نعم. وتريدين تعملي تأشيرة زيارة. نعم. وتزعمي أنه لازم تروحي بها الحج. من قال هذا الزعم؟ تأشيرات ليست هكذا، مسموح لك تسافري، لكن من قال لازم تذهبي بها للحج؟ من قال؟ يعني اللي هيعمل لي التأشيرة. لا ما هو ملزم، يعني هياخذ منك فلوس كم طيب؟ يعني حد من الأقارب هيعملها لي. هذا يضحك عليك، الذي يقول ستحجي بهذه التأشيرة يضحك عليك، ما فيش كده، النظام السعودي لا يسمح بذلك. نعم. تأشيرات الزيارة إلا إذا حججت خلسة، هذا شيء آخر، لكن كان نظام لا. فممكن تعملي التأشيرة وتذهبي بها عمرات كما تشائي، وإن استطعت أن تحج أنت بالطريقة التي يقول لك عليها تحرر، لكن كإلزام ليس هناك إلزام. فتحي عثمان بارك الله فيك. ما السؤال يا دكتور محمد منصرة؟ ما السؤال؟ الله يحفظكم بارك الله فيك يا ياسين الحسوني. اتفقنا أن ياسين مش ليست من أسماء رسول الله يا ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، ما عامل ايه؟ طيب والله الحمد. سؤالين بعد اذنك يا شيخ. دلوقتي في كتب الكتاب، العروس لازم تقول للوكيل وكلتك ولا لا مش لازم؟ ما هي تلقائيا يعني الوكيل ابوها ولا ايه؟ لا، عمها وابوها. يعني هي قالت للوكيل انا موافقة يا شيخنا؟ قالت لعمها انا موافقه على الزواج او سكتت؟ هي موافقه. خلاص ما في، ما يلزمش هذا الكلام. تمام. سؤال كده بعد اذنك، دلوقتي في سنه الفجر ممكن اصليها في البيت ولا لازم اصليها في المسجد؟ كله جائز. كله جائز. تمام. جزاك الله خير. الله يكرمك. احمد ايهاب وفقك الله يا احمد ابن ايهاب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل يا حبيبي. هل تنصح بتعدد الزوجات؟ نعم نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شيخنا هل تنصح بتعدد الزوجات؟
انت متزوج؟ يا مقبل. مقبل على الزوجة الأولى ولا الثانية؟ مقبل على الزواج من الأولى. طيب ما ربنا يسهل لك تتزوج الأولى، نشوف هتعمل إيه، يمكن أنت تهزم هزيمة ساحقة. يعني إن كان إن يسر لي الله ورزقني زوجة صلاح. أنت كم يا غلام عمرك؟ كم عمرك؟ يعني أنا من إن شاء الله من الناس اللي هتتزوج مبكرا يعني. أنت كم عمرك الآن؟ أنا 17 سنة. أنت ليه سألت قبل هذا كده وعندك خلل شوية؟ والله أنا ما كلمتك منذ 4 شهور أو 3 شهور. أي ما أنا عارف إنك ما كلمتنيش من 4 شهور. عارف إنك ما كلمتنيش. هل تنصحني؟ أنصحك الأول تتزوج وتشوف هتقدر تسد أو لا تستطيع. إن شاء الله بإذن الله قريب. لكن انا يعني ارغب، يعني هل افضل تعدد ام انت معك فلوس انت افضل انت معك فلوس تتزوج الاول ان شاء الله ابوك هيزوجك؟ لا انا اعمل، ويعني والدي جايب لي شقه وانا اعمل. العمل ان شاء الله ربنا يرزقني من خلاله هصرف على زوجتي والعمل بيكبر. يعني تزوج الاولى اولا يا بني، والسلام عليكم. نعم إمام خليفة صح؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. حضرتك ما فهمتش سؤالي، ما وصلتش لحضرتك سؤالي كويس. أنا كنت بسأل حضرتك ينفع إن أنا أمتنع عن عمل التأشيرة دي علشان أقعد أرعى أولادي الصغار؟ يعني الآن يعني أنت مثلا ستأتيك تأشيرة للحج. نعم. الحج المغامرة ليس حجا رسميا، لأن هذه تفرق في التوصيف. يعني إذا جاءتك تأشيرة حج مضمونة وعندك 3 أولاد تحج أو ترى الأولاد الثلاثة، أقول لك وكلي امرأة صالحة ترى أولادك لأن تحجي، لكن ستذهبين لمخاطرة قد تحجي وقد يقبض عليك وترحلي، فابقي مع الأولاد إلى أن يتيسر لك سبيل الحج، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي، أنا كنت متجوزة من 20 سنة، تمام، اتجوزت واحد يعني عشان هو إنسان متدين، ما كانش عنده أي حاجة خالص ولا فلوس ولا أي حاجة، أنا اتجوزته بس عشان إنسان متدين وخلاني أنتقب وكده. طيب المهم، وهو كان فعلا كويس ومتدين وحجينا 2 سنين مع بعض الحمد لله. احنا الاثنين اصلا صيادلة، واشتغلنا مع بعض، وقبل الجواز كان بيقول لي نص فلوسك للبيت والنص التاني ليكي. بعد الجواز الموضوع اتغير تماما، قال ما فيش حاجة اسمها فلوس ليكي، كل الفلوس للبيت، ووافقت عشان خاطر البيت والعيشة والعيال تستمر والكلام ده كله. المهم هو اتعرض لحادثة كده، بعد الحادثة بقى بدأ بقى يعني الحادثة ما اثرتش عليه، كان بينزل الشغل وكل حاجة وتمام، وعقله ومخه تمام وكويس جدا، مفيش اي حاجة خالص. المهم بعد كده بقى بيسيب الصلاة حبة حبة، يعني يجمع صلوات، بعد كده يهمل الصلوات، بعد كده فطبعا احنا عشان كنا بنشتغل طول الوقت، انا بشتغل في الصيدلية وهو بيشتغل في صيدلية تانية، كان عندنا مجموعة صيدليات يعني، فطبعا ما كنتش اللي هو بقى يعني قاعد اقول له الصلاة الصلاة، يقول لي ماشي هصلي ماشي. النهاية يا اختي الكريمة، قطع الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. ولك مثل يا اخي، اتفضل الله يحفظك. اسالك يا شيخ، وفي حاجه اسمها حجه الوداع؟ هي اخر حجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحجه الوحيده التي حجها الرسول، ولكن الصحابه كانوا يقولون فيما بينهم حجه الوداع حجه الوداع، وما يدرون ما الوداع. فلما مات الرسول علموا أنهم ألهموا كلمة الوداع كوداع لرسول الله يودع الدنيا، لأنه مات بعدها 63 يوما. طب هي الحجة لها أنواع ولا هي؟ ها؟
الحج لا نوع واحد ولا انواع؟ في تمتع وقران وافراد. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك شيخ. طيب ولله الحمد. دائما يا رب. شيخ أنا طالب مغترب في مصر وملتزم باللحية التزاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والتم التسليم. وأمي تأمرني إني أحلقها أو أقصرها. تمام. لخوفها علي. فإيش العمل؟ لا تطعها. إنما الطاعة في المعروف. صبرها وطمنها. يا أمي النبي يقول احفظ الله يحفظك، وأنا أحافظ على حدود الله ويحفظني ربي. ثم إن اللحية إذا أنت حلقتها البنات ستتهافت عليك وتحصل لك فتن، وربنا يعصمك بهذه اللحية واتباع السنة. بارك الله فيك. الله يثبتنا وإياك. الطاعة في المعروف. السلام عليكم. تفضل. والله حضرتك مولانا، واحدة أم معاها بنت وابن عن ابنة متوفية. تمام. أم معاها بنت. أم معاها إيه؟ بنت وحفيد من بنت متوفية. أم معاها بنت وحفيد من بنت متوفية. طيب دلوقتي عايزه توصي بعد ما تموت ان الذهب يتقسم ما بين بنتها وابن بنتها المتوفيه، ينفع؟ لا، الذهب تركه، والحفيده ممكن، لكن بنتها المباشره وارثه، والنبي يقول لا وصيه لوارث. فإذا وصت توصي لبنت بنتها. الحفيد ولد. الحفيد ولد. أيوة، بس الأصل الحفيد ولد من طرف البنت. تمام. الحفيد ولد من طرف البنت. فالوصية له ممكن، بس الإشكالية أنها تحصل إيه؟ أن الحكومة تعطيها وصية وتعطي ابن البنت ده وصية واجبة، فسيأخذ الوصية ويأخذ الذي تفرضه له الحكومة وليس له. وليس له. والبنت نفسها المباشرة ليس لها شيء، لأن النبي قال لها وصية لوارث. تمام. أي شكرا. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بعد إذنك. تفضل يا حبيبي. مقيم في السعوديه وعمل زياره لابي وامي. تمام. وبقصد الحج، اداء الحج. طيب. هم جم من مصر غير محرمين، وصلوا جده في نهايه ذو القعده، قعدوا في جده اسبوع وسافروا المدينه قعدوا 5 ايام، بعدين رجعوا جده ثاني واحرموا للحج. هل الحج صحيح أم عليهم دم أو نسك أو شيء؟ هم خرجوا من بيوتهم يغسلون. خرجوا من مصر غير محرمين، لكن بقصد الحج. بقصد الحج يعني زيارة وقصد الحج. لا توضح. القصد الأساسي زيارة أو القصد الأساسي حج؟ القصد الأساسي الحج طبعا، يعني هو ضبط الوقت الزيارة لأداء الحج. من شكل إذا كان القصد الأساسي الحج فيجب أن يهل من ميقات أهل بلده، يهل من الطائرة. فإن قلت من الطائرة بس كانوا غير محرمين يعني. أيوة. ما هو إذا كان غير محرم يهل بملابسه، يهل بملابسه ويطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام ويبقى على إحرامه، لكن هو أخل بالأمور كلها، جلس في جدة، وبعد أن جلس في جدة لم ينوي حجا، ذهب إلى المدينة وراجع من المدينة إلى جدة. يعني في من الممكن أن نلتمس له تخريجا لهذا الذي حدث منه، ولم كونه لم ينوي وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة إلى جدة. إذا جاء وقت الحج يهل من جدة خلاص، ويهل من جدة
وإذا أطعم عفوا إذا ذبح ذبيحة فهو خير، لكلام ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيكه، هذا الأحوط له، وإلا فهناك تخريج لإسقاط الذبيحة عنه. لكن ذبح ذبيحة من ترك واجبا فعليه دم أفضل له خروجا من الخلافات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ طيب لله الحمد. حضرتك انا من طرف الشيخ محمد عبد الباقي. وبعد اتفضلي. حضرتك، انا ابني كان خاطب دكتوره، اللي هو كان مكلم حضرتك من شويه، هو دكتور مكلم وخاطب واحده دكتوره، وحصل بين اهلها والولد مشادات في اثناء الخطوبه وكده، وبعدين البنت قالت له ان هم اهلها مش هيرضوا عليه خالص علشان الخناقات اللي ظهرت وعلشان كده، ولكن ضمنيا المشادات اللي ظهرت بينهم، ولكن ضمنيا هم البنت بتقول ان هم مش موافقين عليه علشان الدين، عشان هم متدين، وعلشان هم ناس عاديين بيصلوا كده، مش لكن مش متدينين. فبعد كده وكمان رافضين النقاب، هو لبسها النقاب فهم رافضين ان هي تلبس ايه. النهايه عفوا، ابنك ابنك سألني باختصار: تقدم لفتاة ذات دين، هي اصبري علينا، ايوه، وبعد ان تقدم لخطبتها الاهل رفضوا، ولما بين لهم انه من ذوي الثراء وافقوا على مضض لانهم يكرهون الالتزام، ايوه صح، وبعد ان وافقوا على مضض لكون الوالد ثري، جاء ابنك صدر منه سوء خلق، أيوة، وانفعل على البنت وآذاها في الكلام، فلما آذاها في الكلام أهلها تمسكوا بالرفض وقالوا: نحن ما رفضناه لتدين، ما رفضناه لسوء خلقه ولعصبيته، أيوة، خلاص. قلت لابنك خلاص انصرف، فابنك تعلل قال: البنت ستضيع. قلت له: لا، لن تضيع، البنت دينة، وقالوها البنت دينة والحمد لله هي في الدنيا طبيبة، فستجد ليس رزقها عليك، فانصرف. حضرتك، هي بقى ساعتها بعدها البنت قالت له: تعالى نكتب الكتاب، فهم هو ما فهمش لما حضرتك قلت له انت عقبت بدون ولي. كتب لا، الكتابة بدون ولي غير والدها، ولي غير والدها، يعني هل البنت اللي كتبت ولا ابنك اللي خدعها؟ انتبهي. لا لا لا، ما ابني ما خدعهاش. البنت اذا كانت دينه هتقول له تعالى نكتب الكتاب بدون. البنت دينه الله يحفظها، كلمني كلام اخر يعني، بس ما اختصر الكلام. هي تقول كده يعني، السائله تقول كده، لكن ابنها قال غير هذا. ابنها قال ما حصل عقد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحسن الله عليكم. وإليكم. الله يخليك. أستأذن حضرتك، أنا لو لي أخ في الثانوية العامة، هل ممكن أطلع جزء من زكاة المال اللي هو يصرف بيها على دروسه وكده، علما إن الأب يعني في سنة بخل ما بيصرفش عليه كمان؟ لا يجوز. تمام؟ لا لا يجوز بهذا التوصيف. ما والله يا شيخ، أبوه موجود ومعه فلوس، نعم، تخرج زكاتك له لماذا؟ أبوه موجود ومعه فلوس والولد بالغ. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ، حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق،
ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم واستجب دعواتهم في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلس خائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا رب اكشف الكرب عن المسلمين وأمنهم في ديارهم وبلادهم ووسع عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.